عاملين ايه يا بنات؟ ازيكم؟ عاملين ايه؟ يلا بينا نتمرن؟ يلا. انبسطتوا في التمرين؟ هي عدتني في واحدة أصلاً وجابت جون في البعيدة. أنت بدأتوا تلعبوا كورة وكان عندكم كام سنة؟ كان عندنا 4 سنين بس إحنا في دجلة بقالنا 10 سنين. مين أكتر لاعب بتحبوه أو مثلكوا الأعلى؟ أنا بالنسبة لي ميسي طبعاً، هو لعيب جامد جداً وهو جوت بالنسبة لي. برضه ميسي كده كده عشان حتى شولة وبحب أتفرج عليه جداً كده كده. هو ازاي بدأتوا تلعبوا في الفريق الاول؟ احنا بدأنا الاول في الناشئين مع كابتن وسام، قعدنا مثلا 2 3 سنين وبعد كده رحنا مع الفيس تيم واحده واحده واتمرنا معاهم، بعد كده لعبنا ماتشات واحده واحده لحد ما بقينا من اساسيين يعني في الفرقه. احلامكم في الكوره؟ نفسنا كوادي دجله عايزين نلعب بالتشامبيونز ليج، وبالنسبه للمنتخب طبعا عايزين نلعب كمنتخب ويكون عندنا تايتل كبير، وان احنا نلعب في اكبر كومبيتيشنز برضه في المنتخب. لو نفسكم تعملوا حاجه جديده هتعملوا ايه؟ انا ممكن بالنسبه لي فولي، لو كره تانية او حاجه تانية ليها علاقه بالكوره ممكن بادل، حاجه جديده كده. هل ده؟ انا ممكن سكواش، بحب اللعبه نفسها والكومبيتيشن بيبقى حلو واللعبه اصلا سريعه وكل حاجه، فده ممكن العبها. وانتوا فولي برضه؟